بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليهم أجمعين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. تفضل. عند قول المؤلف رحمه الله ثانيها، قال المؤلف رحمه الله ثانيها أي ثاني أبواب الكفر التكذيب، أي تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت. على وجه ثابت يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا قيد على وجه ثابت، يعني النبي قاله، النبي حكم به. القيد الثاني، وكان مما علم من الدين بالضرورة، قد يكون معلوم من الدين بالضرورة بحيث أن العالم والجاهل يعرفه. فمثل هذا إن كان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر بين المسلمين بحيث صار العالم والجاهل يعرف الحكم، فمن كذب هذا الحكم كفر. نعم، أي بحيث يعرف الجاهل والعالم أنه مما جاء به الدين، بما جاء به الدين. نعم، بما جاء به الدين من غير حاجة إلى تفكر واستدلال. نعم، يعني هذا معنى العلم الضروري. يعني مثلا العلم الضروري بالنسبة للفقه، حكينا نحن لما أعطينا قواعد مهمة، حكينا شو يعني علم ضروري الذي لا يحتاج إلى تفكر ولا استدلال. يعني الواحد أصغر من الجزء، أصغر من الكل، هذا ما بيحتاج إلى تفكر واستدلال. العلم الضروري بالنسبة لعلم الدين هنا الذي صار يعرف من غير تفكر واستدلال لانتشاره بين المسلمين، فسمي ضروريا لأنه من هذه الحيثية يشبه ذاك العلم الضروري الذي يعرف بديهة. كأن سألت مسلما كم صلاة مفروضة، بقول لك 5 صلوات. كم عدد ركعات صلاة الفجر، بقول لك 2 ركعات. الظهر 4. ما بقى بيحتاج انه يفكر ويستدل حتى يتوصل الى النتيجة. صار منتشرا بين المسلمين بحيث صار كذاك العلم الضروري من هذه الناحية. فمن رد، نعم، فمن رد امرا من نحو هذه الامور بعدما كان بلغه قول المسلمين فيه فقد كفر. نعم، يعني الذي بلغه أن الخمر شربها حرام، أن هذا عند المسلمين، فمن استحل شربها كفر. تسأل المسلم، أي مسلم، عالم ولا غير عالم، شو حكم شرب الخمر؟ يقول لك حرام، الخمر شو محرمة. فمن بلغه ذلك عن المسلمين ثم أنكر حرمتها يكفر. أما الذي لم يبلغه بالمرة، كأن كان لا يعيش بين المسلمين ولم يسمع بهذا الحكم وليس مراده تكذيب الشرع، فهذا لا يكفر يعلم. تفضل. بخلاف ما لو كان حديث عهد بإسلام أو نحوه. حديث عهد بإسلام يعني أسلم من قريب، ما مضى عليه زمن طويل
على دخوله في الإسلام بحيث ما بلغه هذا الأمر، أو نحوه يعني هو مسلم من زمان مسلم، لكن يعيش في مكان بعيد عن العلماء، ما عنده اختلاط بالمسلمين، فلم يسمع بهذا الحكم فأنكره لا تكذيبا للدين، إنما جاهلا بأن هذا الحكم في الشرع، أن هذا في القرآن أو أن هذا في الحديث الثابت، فمثل هذا لا يكفر، لأن هذه الأشياء هذه الأمور لا تعرف إلا بالسماع، لأنه لا تعرف إلا إذا واحد أسلم من جديد أو مسلم بس عايش بمكان بعيد عن العلماء ومنه مختلط بالمسلمين وحياته منه سامع أنه فيه 5 صلوات مفروضة في اليوم والليلة على المسلم المكلف، فأنكر ذلك، هذا كيف بده يعرف أنه في 5 صلوات مفروضة هو منه سامع؟ فإنكاره لا لتكذيب الشرع، إنما لأنه ما بلغه، فمثل هذا لا يكفر. أما الذي ينكر قدرة مثلا قدرة الله على كل شيء، هذا لو منه سامع من المسلمين أن الله قادر على كل شيء، لأن هذا يدرك بالعقل، لأن مثل هذا يدرك بالعقل. الذي يعتقد أن الله تعالى ليس عالما بكل شيء، يعرف الكليات، يعلم الكليات لكن لا يعلم الجزئيات، هذا كافر، لأنه هذا نسب إلى الله العجز. علم الله بكل شيء هذا يعرف بالعقل، يدرك بالعقل لو لم يسمع من عالم. لذلك إذا شخص دخل في الإسلام نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، لكن في قلبه ما زال شاكا بقدرة الله على كل شيء، ما صح إسلامه. لو بعده متشهد من لحظة ثم تبين أنه يعتقد في قلبه أن الله ليس قادرا على كل شيء، أو عنده شك بهذا الأمر، يتبين لنا أن إسلامه ما صح بالأصل، ما صح إسلامه، بخلاف ما لو كان أعد بخلاف ما لو كان حديث عهد بإسلام أو نحوه، فاختلط عليه الأمر لذلك، ولم يعلم أن ما يقوله مخالف للدين فلا يكفر. ومثله من سمع حديثا يوهم ظاهره أن لله جوارح فأنكره جهلا، قال هو ده حديث، النبي لا يقول ذلك. مثلا حديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، فهو يقول الله ليس كمثله شيء، كيف يوصف بالأصابع؟ ولم يثبت عنده أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكره جهلا منه، فإنه لا يكفر. كذلك مثلا لو سمع الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الرجال يقول لك شو عن الله، ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، الله منزه عن مشابهة المخلوقين، الله منزه عن الجسمية، منزه عن الجوارح، فأنكر هذا الحديث الثابت الصحيح، لا يعرف معناه، ولم يثبت عنده، ما بلغه أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وله معنى غير المعنى الظاهر المتوهم، فأنكره، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لكن يعلم. هو ظن أنه هذا الحديث مفترى على الرسول، الرسول لا يقول ذلك،
لأن هذا الحديث فيما ظنه هو فيه إثبات الجوارح لله، فلا يكفر. وهذا الحديث معناه كنت سمعه الذي يسمع به، معناه أحفظ له سمعه، هذا الذي بلغ درجة الولاية الله يكرمه بأن يحفظ له سمعه، يصير كبيرا في السن، بعضهم هكذا يصير كبير في السن، يعني من كان في عمره في مثل عمره عادة يخف سمعه كثيرا، لكن هذا يحفظ الله عليه سمعه وبصره ويده قوته ورجله، يكون سريع الخطى. شيخنا رضي الله عنه يعني من حيث السن هو من حيث القدر أكبر منا بكثير، يعني ما في، كذلك كان أكبر منا من حيث السن من حيث العمر. أحيانا لما كنا نمشي معه يخرج للرياضة، للرياضة مش يرفع أثقال ليمشي يعني طريه، فبيسبقنا الشيخ، عنده ما شاء الله قوة وهمة ونشاط كان بحيث يسبقنا. فهذا مما يكرم الله تعالى به أولياءه. وبعضهم قال معنى الحديث أن الله تعالى يعطي هذا الولي قوة غريبة ليست معتادة في سمعه وبصره ويده ورجله، يعني يسمع الصوت الذي هو من مكان بعيد، كما حصل مع سيدنا سارية الذي سمع سارية، وكما حصل مع سيدنا عمر. سيدنا عمر رأى رغم تلك المسافة البعيدة، وسيدنا سارية الصحابي سمع صوت عمر هو في بلاد أخرى بعيدة، في بلاد ما وراء النهر كان، وعمر بالمدينة رضي الله عنه. كذلك يعطيه قوة في البطش، يعني سبحان الله، يكون في يده قوة قد يضرب مثلا بالسيف بطريقة بحيث أنه حتى الشباب لا يستطيعون. سيدنا علي رضي الله عنه كان شابا وقد فتح خيبر، تترس بباب خيبر، كم واحد من الرجال الأشداء لما ألقاه وحاولوا أن يحملوه، نحو 40، هو حمله بيد واحدة، تترس به، جعل اتخذه ترسا. كذلك يعطيه قوة في الخطى، يسمون أهل الخطوة، يخطو خطوات يصير في بلد آخر، كما حصل للإمام السيوطي رضي الله عنه من بلده بثلاث خطوات صار في مكة المكرمة. كان له خادم يخدمه اسمه محمد بن الحباك، قال له هل تشتهي أن تصلي في مكة؟ جاب مكة لا مصر، قال نعم، قال لكن تستر علي، قال أفعل، قال لا تخبر أحدا إلا بعد موتي. فأمسك بيده قال له أغمض عينيك، فأغمض عينيه، قال فسرنا ثلاث خطوات، قال افتح عينيك فإذا هم في مكة. تفضل. ومثال هذا النوع من هذا ومثال هذا النوع ومثال هذا النوع من الكفر، ايش النوع مضاف اليه، ومثال النوع، مثال هذا النوع، ومثال هذا النوع من الكفر نفي عذاب القبر. اذا شخص يعيش بين المسلمين سمع ان المسلمين يعتقدون بعذاب القبر فانكر ذلك،
كفر كفر. ولو كان هذا قريب عهد بإسلام، لو كان هذا جاهل، لكن يعرف أن هذا من معتقدات المسلمين، هذا موجود في شرع الله إثبات عذاب القبر، فأنكره كفر. أما إن كان أسلم من قريب ولم يسمع أن المسلمين يعتقدون بعذاب القبر لبعض العصاة من المسلمين ولغير المسلمين، ما سمع بهذا فأنكر عذاب القبر، أو كان مسلما ونشأ بمكان بعيد لم يختلط بالمسلمين فلم يسمع بعذاب القبر، فلما كلموه عن عذاب القبر أنكر، مع أنه وارد في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إلى أشد العذاب غدوا وعشيا، طيب يعني قبل قيام الساعة، لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة، إذن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ في القبر، في القبر، فهذا فيه إثبات عذاب القبر. كذلك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا يعني ضيقة. كمل الآية ونحشره يوم القيامة أعمى، إذن هذه المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وين؟ في القبر، ليس في الدنيا، قد يكون مرفه في الدنيا من الأغنياء. فهاتان الآيتان دليل على عذاب القبر. واحد ما سمع بالآيات أو قرأ وما فهمان شو المعنى ولم يسمع من المسلمين أنه في عذاب قبر فأنكر، هذا لا يكفر. مش معنى أنه ما عليه ذنب، ما عم نقول ليس عليه ذنب، نقول لا يكفر، لا يحكم بكفره. نعم. وكاعتقادي فناء الجنة والنار فإنه تكذيب لقول الله تعالى في سورتي النساء والتوبة خالدين فيها أبدا. في سورة، هذه الآية في سورتين، واحدة عن الجنة وواحدة عن النار، خالدين فيها أبدا. فالذي عاش بين المسلمين وعرف أن في القرآن إثبات أن الجنة لا يفنى نعيمها وأن النار لا يفنى نعيمها فأنكر ذلك كفر، أو لا يفنى عذابها وأن النار لا يفنى عذابها كفر. كابن تيمية الحراني فإنه أنكر فناء، فإنه قال بفناء النار، فإنه قال بفناء النار، ووافقه على ذلك يوسف القرضاوي. تفضل. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت يذبح في الآخرة ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وأن الموت يذبح في الآخرة، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح، علامة على أن أهل النار، أهل النار، أهل النار خالدون فيها، وأن أهل الجنة خالدون فيها. لا هؤلاء في النار يلحقهم موت فيرتاحوا من العذاب، ولا أهل الجنة يلحقهم موت فينقطع عنهم النعيم. فمن عرف معنى هذه الآية، هاتين الآيتين، ثم قال بفناء الجنة أو قال بفناء النار، هذا كافر، هذا كافر. نعم. أو اعتقادي أن الجنة لذات غير حسية وأن النار آلام معنوية. ك
كما يعتقد النصارى. النصارى عندما إذا قال واحد منهم في جنة وفي نار، عندهم الجنة ليست مكانا فيه نعيم حسي وفيه نعيم معنوي، عندهم على زعمهم الجنة هي الراحة النفسية بعد الموت، وأن النار آلام معنوية، لا يوجد نار حقيقية. فمن اعتقد ذلك هذا كافر، هذا كافر، لأن هذا نعم إذ هذا تكذيب لصريح قوله تعالى في سورة الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولصريح قوله النعيم، النعيم إذا كان حسيا ومعنويا أهل الجنة يتنعمون حسا ومعنا، فبهذا يكون النعيم أكمل، يكون نعيمهم أكمل. هذه الآية: كلوا واشربوا، في أكل معنوي، كلوا معنويا واشربوا معنويا، لا، الأكل والشرب حسي، نعيم حسي. نعم. ولصريح قوله عز وجل في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كذلك العذاب إذا كان حسيا ومعنويا كان أشد، كان أشد. النصارى يعيبون على المسلمين قول يعني يعيبون علينا قولنا بأن العذاب حسي ومعنوي، وأن النعيم حسي ومعنوي، يعني بأن المسلمين يقولون بأن الكافر يتعذب بروحه وجسده، والمؤمن يتنعم بروحه وجسده. النصارى يزعمون أن العذاب معنوي وأن النعيم معنوي فقط، وهذا تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي السنة المطهرة الشريفة. نعم. أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، لأنه تكذيب لقول الله تعالى في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده. أعيد، كما بدأنا أول خلق نعيده. لما تحركت الهمزة. هذه الآية أيضا دليل على بعث الأجساد، الأجساد تبعث. في الآية قول ذاك، الإخبار عن قول ذاك الذي أنكر البعث، قال: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون. أنكر البعث، جاء بعظام لشخص كان مات منذ زمن بعيد وفتتها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف تعاد هذه؟ سبحان الله. لو فكر أنه كان عدما وأن الله تعالى أنشأه من عدم، لا كان جسدا ولا كان روحا، فأبرزه الله تعالى إلى الوجود، خلقه جسدا وروحا، والله لا يعجزه شيء. فالذي خلق الإنسان من عدم بعد أن لم يكن شيئا صار شيئا، هنا عظام نخرة، لكن الله تعالى قادر على أن يعيدها أجسادا ويعيد إليها الروح. نعم. أو إنكار وجوب الصلاة أي الصلوات الخمس، أو الصيام أي صيام رمضان، أو الزكاة عند اكتمال شروط وجوبها، لأن هذا صار معلوما من الدين بالضرورة، هذه الأحكام معلومة من الدين بالضرورة، فرضية الصلوات الخمس، وجوب صيام رمضان،
وجوب الزكاة على من وجبت عليه الزكاة إذا اكتملت شروطها، يعني هذا صار معلوما من الدين بالضرورة. العالم والجاهل من المسلمين يعرف ذلك، فمن أنكر ذلك كفر مكذبا للدين. خلاصة الأمر أن من الكفر إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة. عم نحكي عن مين لما عم نقول من أنكر ما علم من الدين بالضرورة كفر؟ عن مين عم نحكي؟ عن من بلغه. ما عم نحكي عن قريب عهد بإسلام لم يبلغه، ولا عن مسلم نشأ ببادية بعيدة من العلماء لم تبلغ مثل هذه الأحكام، ولا على من أنكر معاندا عرف أن هذا في الشرع وعاند فأنكر. لا، عم نحكي على من عرف، من بلغه، فإنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة كإنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة كفر. القاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى نقل الإجماع على تكفير من أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها. مش بس قال إنه ما في صلوات مفروضة خمسة، لو قال الله فرض خمس صلوات لكن أنكر عدد ركعاتها، يقال لا، الفجر شو ركعتين؟ أربعة أو واحدة أو مثلا، كفر. كذلك أنكر عدد السجدات كفر. هذا إجماع، هذا ما فيه خلاف، ما في عند الشافعي عند أبي حنيفة وعند كذا، لا، هذا بالإجماع. نعم. أو اعتقاد تحريم الطلاق على الإطلاق. كذلك الذي يعتقد أن الطلاق حرام مطلقا بلا قيد، لأنه في أحوال يحرم فيها الطلاق، كأن طلق زوجته في طهر جامعها فيه وقع الطلاق لكن عليه معصية لأنها قد تكون حملت من هذا الجماع، أو كان طلقها في الحمل وهي حامل يقع الطلاق عليه معصية لأنه يطيل عليها مدة العدة، من عدتها حتى تضع. طيب إذا حبلت الصعيد غالب 9 أشهر، طيب لو في 4 سنين، هيك 4 سنين بتبقى يقع الطلاق لكن هو وقع في المعصية، هذا اسمه طلاق بدعي، اسمه طلاق بدعي، يقع الطلاق لكن على الرجل معصية. وفي طلاق اسمه طلاق سني، مش معناه سنة أن يفعل، معناه موافق للشرع، مش معناه من السنة أن يفعل ويروح على الشبيب يقول لأ أوه طلاق سني يروح يطلق مثلا، لا، يعني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر. أما أن طلقها في الحيض حرام لأنه بيزيد عليها مدة العدة، لأنه أمتى بتبدأ عدتها؟ من الطهر، فهذه الفترة فترة الحيض ما بتنحسب بعد من العدة تبعيتها، يقع الطلاق لكن حرام. نعم. أو اعتقاد تحريمه أو تحريمه بغير رضا المرأة، مثل ما هلأ دارج بعض من بعض الجهال في بعض البلاد، لكن الرجل لو طلق على زعمهم إذا المرأة منها راضية ما بيوقع الطلاق يعني زعمهم منها ما بيوقع الطلاق، طلاق يعني. أو قصة الخلع اللي كمان فاتوا فيها وعملوا عليها أفلام بخلاف الشرع، روح خلعتك، يخلعنيك يعني شو خلعتك، هو اللي بده يخلعك، انت بتطلبي الخلع
بتقولي له خالعني على كذا أدفعه لك، على مبلغ أدفعه لك، أو غيرها يقول للزوج خالع زوجتك على كذا أعطيك مالا مثلا، فيقول خالعتها. هيك يقع الخلع، مش يقول له خلعتك، إما كلاما ما له معنى، ما له اعتبار في الشرع، ليس له اعتبار. فإنه تكذيب لقول الله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء، ما قال للنساء إذا طلقتم الرجال، إذا طلقتم النساء، وين اشتراط رضا المرأة هنا؟ ما في. كل شرط ليس في كتاب الله ولا في حديث رسول الله فهو فاسد ولو كان ألف شرط. نعم. أو تحليل الخمر، فإنه تكذيب لقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هاتان الآيتان، نعم أكمل. فهاتان الآيتان تفهمان التحريم الشديد، ولهذا قال سيدنا عمر لما سمعهما: انتهينا. فهل أنتم منتهون؟ هيك فهم الصحابة التحريم، مش أنه عزوك، شو حتترك ولا ما حتترك، شو رأيك أنت وشو رأيك؟ لا خلص انتهينا. رواه الترمذي. نعم. وأراق المسلمون عندما نزلتا الخمر، وأراق المسلمون عندما نزلت الخمر، لما نزلت هاتان الآيتان المسلمون أراقوا الخمر، رموا في الشوارع. ليه؟ لأنهم فهموا التحريم القطعي، فهموا التحريم القطعية. نعم. حتى جرت في شوارع المدينة. الأئمة المجتهدون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم على تحريم الخمر إلى أيامنا هذه، ما خالف أحد. مش بس هيك، وهذا الحكم المجمع عليه انتشر بين المسلمين عالمهم وعاميهم، شهرة بين من يشربها من الأمة، حتى الذين يشربون الخمر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام اشتهر بينهم تحريم الخمر. لذلك العلماء جزموا بتكفير من أحل شربها مطلقا، يعني بكل الأحوال قال يجوز من حرام. ليش عم بقول مطلقا؟ لأنه في أحيان، في حالات قليلة يجوز. مثل إيش؟ كأن صار عنده غصص بلقمة أراد أن يدخلها، حيختنق ولم يجد أمامه إلا خمر، شو بيعمل؟ هذه حالة. أو انقطع في مكان ليس فيه ماء، ليس فيه إلا خمر، ويكاد يهلك من العطش، وكان هذا النوع، هذا قيد تاني، وكان هذا النوع من الخمر ما يروي، مثل مية البيرة، سموها البيرة،
فيها الكحول وكذا. اي فشرب القدر الذي يمنع عنه الهلاك عطشا، في هذه الحال يجوز. اما اذا كان هذا الخمر من النوع الذي يزداد مع شربه العطش، مثل بيقولوا لنا الويسكي، لا يجوز له. وليش ليش اجيز له؟ حتى يمنع، يعني حتى يسلم من الهلاك عطشا. هيدي حتزيده عطش لو شرب هيدي الويسكي، بتزيده عطش، ما بتمنع عنه العطش، فلا يجوز له. فمشان هيك قال الذي لم يحرم شرب الخمر مطلقا، يعني بكل الاحوال قال يجوز شربها، حلال شربها، هذا يكفر. بعض الرعاة شذوا عن ذلك فقالوا بعدم تحريم شرب الخمر، وقالوا القليل منها الذي لا يسكر ولو من غير ضرورة يجوز أن يشربه الشخص. هؤلاء يريدون هدم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هؤلاء المحرفون يريدون أن تشيع الفواحش بين الأمة، فقالوا زعموا أنه ليس في القرآن نصوص تحرم شرب الخمر. قالوا غاية ما جاء في القرآن عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه، بس فاجتنبوه. أنه شو يعني؟ أنه بلا لك إياها، أحسن لك بلاها. قالوا ليس فيها تحريم على زعمهم، يريدون أن يموهوا على الناس حتى يتوصلوا إلى إباحة الخمر. فقوله تعالى فاجتنبوه مع قوله تعالى فهل أنتم منتهون يفهمان التحريم الشديد. الآية الأولى فاجتنبوه، بعدين الآية الثانية وراها فهل أنتم منتهون، هذا وعيد، هذا وعيد. وكان سيدنا عمر قد دعا الله تعالى، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. بالأول شو كان نزل؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزلت هاتان الآيتان بعد أن دعا سيدنا عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هاتان الآيتان فيهما التحريم الشديد. وقلنا المسلمون لما نزلت هاتين نزلت الآيتان هاتان الآيتان أراقوا الخمر في شوارع المدينة، جرت في الشوارع قد ما كان عندهم خمر. يعني الخمر عند العرب في ذلك الوقت وكان أشياء يعني قلة قليلة في الجاهلية من كان لا يشرب الخمر، منهم سيدنا أبو بكر ما كان يشرب الخمر حتى في الجاهلية قبل إسلامه ما كان يشرب الخمر. قال أنا أريد أن أحافظ على عقلي، لما أخذ ما يذهب العقل، ما كان يشرب الخمر. نعم. وغير ذلك مما يكذب ما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين. نعم. كاعتقادي أن أحكام الشرع أو بعضها كان صالحا للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصلح للناس في أيامنا. في ناسك يقول كل بس تحكيهم بحكم الشرع، بقول لكم نحن بأي قرن هلا؟ شو بعدك عم تحكيني؟
وين التكنولوجيا؟ وين زعموا التقدم العلمي؟ وين وين؟ هذا بزمن النبي، النبي حرمه لأنه كانوا أهل صحراء، كانوا على الجمل. هلا الزمن اختلف، وهل ينزل وحي بشرع جديد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل قال يهدي للتي هي أقوم فقط في حياة النبي؟ ما قال ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، فإنه تكريم لقول الله تعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولقوله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وين الشاهد يعني بالآية للعالمين؟ ما قال لعالم زمانك. هون الشاهد، لك هاي الآية كيف استدليت فيها على أن الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صالح لكل زمان ومكان، ليس مقيدا بعصره عليه الصلاة والسلام أو العصر الذي بعده فقط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قيد، ما قال إلا لعالمين زمانك. نعم، وقوله عز وجل في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والآية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما معنى ومن بلغ؟ يعني ومن بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، من بلغته الدعوة، كل من بلغته الدعوة يلزمه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وغير ذلك من الآي والأحاديث. من الآي جمع آية، يقال جمع آيات وآي. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.